رفعه التابعي فإنه مرسل. يعني التابعي لما يقول إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ده هذا حديث مرسل زي ما خدنا قبل كده. يعني التابعي يرفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. طبعا التابعي مش معقول هيسمعه كده مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يبقى هو صحابي. يبقى المسند لابد أن يكون حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه إيه صحابي أو من دونه فإنه معضل. مين فاكر التعريف المعضل؟ الناس اللي كانت بتحضر معانا من الأول اللي سقط منه إيه؟ سقط منه اثنين على التوالي في أي موضع كان في السند. هذا هو تعريف المعضل. أو معلق. حد فاكر المعلق؟ أيوة، إن المصنف سواء البخاري مسلم غيره يرفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أو المصنف يذكر الصحابي والحديث، الصحابي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي ورد في البخاري عن عمار بن ياسر. البخاري يقول إيه؟ قال عمار بن ياسر من صام اليوم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه، أو سيدنا عمار هو اللي بيقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ده البخاري كده إيه على طول كده قال قال عمار بن ياسر، يبقى ده حديث إيه؟ معلق. أصحاب السنن وصلوا هذا الحديث من طرق أخرى، لكن إحنا بنتكلم على البخاري بقى في الموضع ده. ما يقول قال عمار كده على طول، طبعا البخاري بينه وبين عمار يعني على الأقل مثلا 3 أو 4، فيبقى ده حديث إيه؟ معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال، أي احتمال الاتصال والانقطاع والإرسال ونحو ذلك. لكن ينبغي أن يكون الاتصال أرجح، أن يكون الاتصال أرجح من الانقطاع أو الإرسال حتى يصدق التعريف عليه. يعني هو بيقول بسند ظاهره الاتصال، يعني الأرجح فيه أنه متصل. قد إيه يرد بعد ذلك أو نكتشف أن هذا الحديث فيه انقطاع، لكن الأرجح أنه متصل حتى يصدق معنا على هذا التعريف. ويدخل ما فيه الاحتمال، أي احتمال الاتصال والانقطاع والإرسال ونحو ذلك، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي، يعني هو بيقول ظاهره الاتصال، ليه قيد إنه ظاهره؟ ليه ما قالش بسند متصل على طول كده؟ ليه قال بسند ظاهره الاتصال؟ فقال لك يفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، المعاصر الذي لم يثبت لقيه زي المرسل الخفي،
وده موجود في صحيح مسلم بكثرة. ليه؟ لأن الإمام مسلم كان لا يشترط ثبوت اللقاء، بل يكتفي بالمعاصرة، مجرد المعاصرة، خلافا للبخاري. فقال لك إن الانقطاع الخفي عن عنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، زي مسند الإمام أحمد ومسند الإمام أبي داود الطيالسي وغيرها من المسانيد، اعتبروا أن الحديث الذي فيه انقطاع خفي أو تدليس خفي أو المعاصر الذي لم يثبت أنه التقى بمعاصره، أن هذا من باب المسند، الحديث المسند الذي ظاهره الاتصال، يعني هو في الظاهر أنه متصل. لا، إن تحقق بعد ذلك أنه ليس بمتصل ما يدخلش معنا هنا في التعريف، لكن هو الإسناد مجرد كده ما تشوفه تقول الإسناد ده متصل، لكن إن تحقق بالاستقراء والتتبع أن هذا ليس بمتصل يبقى لا يدخل معنا في باب الإيه المسند. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم، أي تعريف المسند. فالحاكم بيقول المسند هو ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه، متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اللي هو تعريف الحافظ ده اللي هو في الأول مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، يعني شيخ روى عن شيخ عن شيخ وهكذا إلى أن وصل إلى الصحابي إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده تعريف الحاكم. طيب في ناس ليهم تعريف أخرى زي الخطيب البغدادي، وأما الخطيب فقال المسند المتصل، يعني الحديث المسند هو الإيه المتصل، يعني معنى كده إنه إذا جاء حديث موقوف متصل يبقى عندي الخطيب البغدادي اسمه مسند، إذا جاء حديث مقطوع ومتصل السند يبقى برضو عند الخطيب البغدادي اسمه إيه مسند. طب هل ده ينطبق على تعريف الحاكم؟ لا، لأن الحاكم اشترط أن يتصل الإسناد إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطيب قال لك هو كل إيه متصل. طب ما الموقوف ممكن يكون متصل، مقطوع ممكن يكون متصل، ما فيش انقطاع ولا حاجة. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا عند الخطيب يعني، لكن قال إن ذلك، يعني ذلك اللي هو إيه الموقوف المتصل، قد يأتي لكن بقلة، فبيقول يعني الخطيب بيقول إيه إن ذلك اللي هو الموقوف اللي اتصل سنده نادر لما نقول عليه إن هو مسند، يعني نادر أن نقول عليه مسندا، أن ذلك أي الموقوف المتصل السند قد يأتي لكن بقلة، إن إحنا نطلق عليه أنه إيه مسند.
فأكث يعني معنى قول الخطيب إيه؟ أن أكثر ما نستعمل كلمة المسند في الإيه؟ في المرفوع المتصل. فكأنه يعني بيوافق تعريف الحاكم برضه. لكن الخطيب بيقول يعني ما فيش مانع إن يأتي في بعض الأحيان القليلة حديث مثلا موقوف وهو متصل السند ونقول أو نسميه حديثا مسندا. وضحت النقطة دي؟ وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، يبقى أي حديث مرفوع يبقى مسند، يعني حتى لو كان منقطع. قال لك حتى لو كان منقطع، حتى لو كان معضل. قال لك حتى لو كان معضل، المهم انه يكون ايه؟ مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا. طبعا الحافظ بيقول إيه؟ ولا قائل به، يعني مش حد قال الكلام ده غير ابن عبد البر. طبعا الحافظ بقى بعد كده هينتقل إلى نقطة أخرى وهي الايه؟ العلو والنزول في السند. ايه بقى العلو والنزول ده؟ العلو قلة الوسائط في السند، كلما قلت الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم او بينك وبين مصنف من المصنفين كالبخاري أو مسلم أو الإمام أحمد ونحو ذلك، فده يسمى إيه؟ علو. طبعا هم بيسموا قلة الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلو المطلق، يعني غاية العلو. أما إذا حصل هذا العلو بينك وبين مصنف من المصنفين فهذا يسمونه إيه؟ العلو النسبي أو النسبي. سموا العلو النسبي ليه؟ لأنه نسبة إلى شخص معين، نسبة إلى البخاري مثلا، نسبة إلى مسلم. واضح؟ فمثلا كأن يكون بينك وبين البخاري مثلا 10 أشخاص أو 15 شخصا، وهناك من يكون بينه وبين البخاري مثلا 17 فردا، فيبقى أنت أعلى منه إيه؟ علوا نسبيا. وكذلك حتى في القرآن، يعني بننظر هل العلو في الإسناد هل هو عال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم عال إلى شخص معين أو بالنسبة إلى شخص معين. هنا مثلا عندنا في مصر الشيخ كان الشيخ الزيات، ده كان يعني اللي قرأ عليه ده كبار المشايخ عندنا. فإذا يعني كلما قلت الوسائط بينك وبين الشيخ الزيات يبقى أنت كده على الإسناد. أنا بيني وبين الشيخ الزيات 2، وفي ناس طبعا أعلى، في ناس بينهم وبين الشيخ الزيات 1، وفي اللي قرأ على الشيخ الزيات، بس دول المشايخ الكبار بقى، ودول يعني قربوا خلاص يعني. يعني الشيخ عبد الحكيم مما رحمه الله تعالى كان ممن قرأ على الشيخ الزيات، وكان من كبار التلاميذ الشيخ الزيات رحمه الله تعالى.
فكلما قلت الوسائط كلما سموا ذلك إيه؟ علوا في الإسناد. وبالعكس إذا كثرت الوسائط سموا ذلك إيه؟ نزولا. والاهتمام بعلو الإسناد لأن ذلك يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه مزيد بركة أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت من الله عز وجل، فهذا خلافا لمن يدعي أن هذه الأسانيد وأن هذا العلو الكلام ده ليس له أي فائدة، هذا الكلام غير صحيح. وربما قيل لأنهم يعني قاصرون عن تحصيل تلك الأمور، ف يعني يسخطون على أو يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. طب أنت مش قادر، خلاص ما تتكلمش، ما تحسدش الناس وتقول ده الكلام ده ملوش لازمة، واخد بالك؟ ده بنراه كثير يعني. فإن قل عدده أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف، زي ما قلنا كده زي البخاري أو مسلم، وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. حتى بيضربوا كده مثلا أو طرفة من الطرائف، بيقولوا للإمام يحيى بن معين في يوم من الأيام: ما تشتهي أنت؟ اللي نفسك فيه؟ فقال: بيت خال وإسناد عال، يعني بيت ما فيش حد خالص أقعد فيه كده لوحدي، وإسناد عال. ده الإمام يحيى بن معين. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق زي ما قلنا، أي قلة الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، يعني مع كونه عالي وإسناده كمان صحيح، ده بقى يعني ما فيش بعد كده، ده أفضل شيء. وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا، فهو كالعدم أو الضعيف. يعني إذا كان الحديث ضعيف ولا موضوع وإسناده عالي، طب إيه فايدته؟ يعني واحد من الرواة كذاب، هو إسناد عالي وكل حاجة، يبقى طب إيه فائدته؟ ولا لا فائدة منه. فلا بد أن يكون الحديث صحيحا والإسناد عالي حتى تجتمع الغاية القصوى في هذا الحديث. العلو والثاني العلو النسبي. لو قلنا سموه نسبي ليه؟ لأنه بالنسبة إلى شخص معين، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني مثلا في إسناد بينه وبين الحافظ ابن حجر مثلا خمسة،
مثلا، والحافظ بينه وبين البخاري مثلا 10، فده أيضا يطلق عليه علو نسبي. احنا ما بنبصش لما بعد ابن حجر، احنا بنبص بينك وبين الإمام ده قد إيه، كتير ولا قليل. فإذا كانوا قليل يبقى ده علو نسبي، حتى ولو كان ما بين هذا الإمام وبين المصنف أو بين النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يبقى ده نطلق عليه أيضا علو نسبي. يعني احنا بنبص لإيه، الوسائط التي بينك وبين الإمام. ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. واضح المعنى ده؟ طيب. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه. فيه دي عايدة على إيه؟ في إسناد العالي. حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منهم. أهم منه زي إيه؟ الحفظ، الإتقان، إنه يتقن الحديث، يتقن اللغة، لغته لغة الحديث، أن يتعلم علوم العلوم الأخرى كعلوم القرآن ونحو ذلك. فكثير ابن حجر يريد أن يقول أن هناك كثير اشتغلوا واهتموا بعلو الإسناد وأهملوا أشياء أخرى كثير، أنه يبقى متقن، أنه هو يؤدي الحديث كما سمعه، أن يكون مدركا وفقيها، يفقه معنى الحديث، أنه يترك الاشتغال بعلوم أخرى مهمة كعلوم القرآن ونحو ذلك. فكل ده كثير أو بعض العلماء أهملوا رغبة في علو الإسناد، وابن حجر طبعا بيذم هذا، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، يعني الأشياء الأخرى هذه أهم من إدراك علو السند. ليه؟ لأن علو الإسناد ممكن أنت تدرك هذا الحديث بعينه، ولكن بإسناد نازل. وده بقى اللي الإمام أحمد عمله. كان الإمام أحمد يروح يحضر دروس الإمام الشافعي. والإمام أحمد من هو؟ الإمام أحمد. فواحد من أقرانه، لا أذكر من، فقال له: أتترك مجلس سفيان بن عيينة وفلان وفلان من أكابر المحدثين وتحضر مجلس هذا الفتى؟ الإمام أحمد قال له كلمة في غاية النفاسة، قال له: إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول. يعني حديث سفيان بن عيينة ده هو ممكن يبقى إيه، إسناد عالي، لكن ممكن أجده عند شخص آخر بإسناد نازل. قال له: لكن إن فاتك حديث هذا الفتى فلن تدركه إلى يوم القيامة. يعني إذا فاتك مجلس الفتى ده اللي هو الإمام الشافعي، الكلام اللي بيقوله ده مش هتسمعه من حد تاني إلى يوم القيامة، لكن الحديث بتاع سفيان بن عيينة ممكن ألاقيه عند واحد تاني أخده منه، وإن كان الإسناد يعني فيه نزول، لكن هذا حديث هذا الفتى لن تدركه إلى يوم القيامة. فالإمام أحمد كان عنده نظر ثاقب وبصيرة من الله عز وجل، وهو ده اللي الحافظ بيقول عليه بقى، إنه إيه، كثير من الأئمة يعني أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، أي أهم من علو الإسناد.
وإن كان العلو وإنما كان العلو مرغوبا فيه. يعني ليه الناس بتجري ورا العلو ده؟ قال لك لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأن كلما كثرت الوسائط زاد احتمال إيه؟ الخطأ. وحتى احنا بنجدها مشاهدة كده في الحياة، الخبر اللي تسمعه من واحد ده يبقى أوثق ولا لما تسمعه من اتنين تلاتة؟ هو واحد لما تسمعه من المصدر مباشرة، لكن لو سمعته من شخص عن شخص عن شخص ممكن يصلك شيء تاني خالص، يعني غير الكلام الذي قيل، وهذا احنا بنجده في حياتنا كتير. يعني لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. كل إنسان الخطأ جائز عليه، ليه؟ لأنه بشر، حتى وإن لم يتعمد الكذب، يعني ممكن مش متعمد بس نسي، هو سمع حاجة نسي هو قال إيه فراح قال حاجة تانية، فمش لازم إنه هو يكون متعمد الخطأ، نسي ما خدش باله، سمع غلط، هو بيقول حاجة هو سمعها حاجة تانية، وهكذا. يبقى كلما كثرت الوسائط كلما جاز احتمال أو زاد احتمال الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، أي تجويز الخطأ، يعني كثرت مظان التجويز أي تجويز الخطأ. وكلما قلت أي كلما قلت الوسائط قلت مظان تجويز الخطأ. والحافظ ابن المديني كان يقول النزول شؤم، يعتبر النزول ده الحديث اللي هو إسناده نازل كأنه شؤم، يعني ليه؟ لأنه برضو احتمال الخطأ فيه بيبقى أكتر. طبعا في حاجات برضو من المصنفات من مظان العلو زي ثلاثيات البخاري وثنائيات الإمام مالك في الموطأ، فدي من مظان الإسناد العالي. ثنائيات مالك يعني إيه؟ يعني الإمام مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتنين بس، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتنين فقط في هذا أو في بعض الأحاديث بعينه. طبعا في أحاديث يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك. ففي ثنائيات الإمام مالك وفي ثلاثيات البخاري، البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس، فدي من الحاجات اللي هي مظان العلو. طيب، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه، يعني رجال الحديث النازل أوثق من رجال الحديث العالي، أو أحفظ متصفين بالحفظ، أو أفقه أي متصفين بالفقه، أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. يبقى إذا كان رجال الإسناد أحفظ أو أتقن أو أفقه يبقى النزول في الحالة دي أولى وأفضل. وفي مثال بيضربوه كده، إن الإمام وكيع بن الجراح يقول لأصحابه الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، الأعمش
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يعني.